كل ألعابي المفضلة. هاتي الألعاب دي، دي ألعاب للأطفال البيبي، بس دي مش بتاعتك، رجعها. لا، مش هرجعها، أنت بتخوفني. الألعاب ممكن تحتاج بداية جديدة. هعمل لها دورة غسيل مكثفة. لا، أعمل إيه؟ أنا هنقذكو. إزاي؟ ألوانكم راحت، اللعب بيكم كده مش ممتع خالص. إحنا فين؟ ده جاف جدا. أوه، مقرف. صوفي هنا، إزاي هعيش من غير ألعابي الغالية؟ إحنا اتبهدلنا. إيه ده؟ ده مذهل. إيه اللي هيحصل لو ضغطت عليه؟ يلا يلا يلا، أنا عايزة لون جديد. أيوة، خلي بالك، ده بتاعي. أهو الدهان الأزرق مثالي ليا. أوه واو، استنوا دوري، خلينا نشوف المرة دي إيه. أوه أيوة، كاتنب أصفر. أنا عايزة أجرب، أراهن إني هكون محظوظ. إيه؟ ما كانت الألعاب بايظة؟ أوه جميل جدا. طيب هعمل إيه بده؟ أوه لا، حد ينقذني، خرجوني من هنا. ماسكين يا هابي، هرميلك حبل النجاة. ده مش نافع، ده مؤلم، سيبوني. أسفة كاتنب، لازم نعمل حاجة. يا جماعة اضغطوا على اللايك عشان تساعدوني أخرج من الكومة دي. قربنا. لا مش نافع، محتاجين لايكس أكتر من فضلكم. أنا هو أخيرا، المكان ده هيتنضف، خلي المكان يلمع. نجحنا، شكرا جدا. لحظة، أنا لسه لابس تيشيرت أبيض، هحاول تاني. تركيز، يلا اضربها. ايه اللي هناك ده؟ بينج، حظي حلو. واو حبيته، ترى جميل صح؟ عظيم. اوه في حاجة بتلمع. ايه ده؟ عرفت، ده جدار تسلق، هنطلع عليه عشان نخرج. مش نافع، انتوا مش فاهمين، لازم نكمل كل الصناديق ونملى الجدار بالكامل. ده منطقي. اوكي يلا نكمل المهمة. استنوا، صندوق سحري، ده مدهش. سكرت زرقاء، مثالية ليا. الفك الرهيب، عضني. السكرت القديمة دي مكانها المهملات. في أي فرصة يكون في حاجة كويسة في المهملات؟ أوه أيوة هو ده. يلا يلا، إيه اللي بتعملوه؟ خطوة جديدة، نفع اللي جاي هو الديل. يلا نعمله، ابدأوا شغل. إيه ده؟ مامي لونج ليجز، بحبك. وأنا كمان بحبك يا هاجي. اللي خلانا نتقابل كان غلطة، قلبي مكسور. مين ده؟ هاي أنا خايفة منه. مين عايز عظمة لذيذة؟ عظمة؟ أنا عايزاها، إديني العظمة، إديني العظمة دلوقتي. فهمت؟ دلوقتي يمشي. عندي قطعة صوف ممتازة، مثالية للديل. هي بتخطط لحاجة، هقص الزيادة والديل هيكون جاهز. واو
بحب ألعب بيه. ابعدي، كفاية، ابعدي عن ديلي، ما أقدرش أتحمل المية. الصندوق ده شكله مدهش، إيه اللي فيه؟ رائع، جزر، يوم دي الفلافي، أنا محظوظ. عندي كرة صفراء، هعمل منها ديل. الديول كلها جاهزة، خلصنا مهمة تانية. اللي جاي الميك اب، هستخدم ايه؟ اوه، تلوين بالأرقام، في ألوان. طيب، هضيف ألوان في الأماكن المناسبة في الصورة، العيون، الأنف، الشنب، والفم. الميك اب خلص، وأنا هعمل ايه؟ اوه، عندي فكرة، هستخدم أقلامي أخيراً، هضيف ألوان كتير والميك اب هيكون جاهز. واو، انتوا فعلا بذلتوا مجهود. انا هظبط نفسي في اللقطه. صوره تفضل في الذاكره. خلاص، وبكده خلصنا الجزء الخاص بالتألق. خط النهايه بيقرب كل دقيقه. ايه اللي بعد كده؟ الشعر. يلا نبدا. اوه، انت كويس؟ ايه اللي تحت رجلي ده؟ سبراي الوان، شكله مطرب. خفتوا؟ أنا هستخدم الاسبراي صح عشان أصبغ شعري باللون البينك. إيه ده؟ الحبل الأصفر ممكن يكون مفيد، هضفره مع شعري. خلاص كده، الميك أوفر كمل، كل اللي محتاجة أخلصه هو الميك اب الترندي بتاعي. الضفاير جاهزة. خلاص، إيه رأيك؟ يعني مش قوي. انتي بس مش فاهمة الفكرة، انا هعمل موج ازرق مع جليتر لطيف فوقيها. اوبس، نسيت اطفي المروحة. الجليتر الازرق ده اسلوبي، رائع. ما ترتاحيش قوي، التحدي جاي مستنيكي. زرار ده بيعمل ايه؟ مفيش حاجة بتحصل، أنا مش فاهمة، ده بايظ. أوه، الزراير للدوك دي، اتفضلي، أنا بحب الزراير. واو، جوانتي، فلافي قوي. أنا هعمل الجوانتي بتاعي، هضيف صبغة للمية، وأغمس الجوانتي الأبيض وهيتحول لأصفر. الفرو دايما فكرة كويسة. أهو، واو، ممكن أجرب ده، هقص نمط من الورق. عملت قاعدة لجوانتي، هجربه. ياي، نجح. دلوقتي كلنا لابسين جوانتيات. ده كان سهل، هنعمل إيه في النقطة الجاية؟ عصير ليمون، توقيت مثالي، هاخده لحظة. أنا لسه ما خلصتش، عندي حاجات أهم. إيه؟ إيه الجرأة دي؟ خلاص، شكراً، أهو العصير بتاعك. لو سمحتي، أنا هعمل وديني، هقص القطع، هلزقهم مع بعض، هضيف فرو وهثبته على سورتيت. هو كده بس تقريباً. إزاي أعمل ودان جديدة؟ ده صعب. يا جماعة، تعرفوا أقدر أعمل ودان من إيه؟ اكتبولي في التعليقات. ورايا؟ مفيش حاجة. اوه، الناحية التانية، مفيش حاجة هناك برضو. فين؟ ورايا؟ اوه، اهي. انتوا الأفضل يا شباب. ازاي هتعقطع؟ طبعا، بأسناني الحادة، أنا كنت نسيت. بام بام بام، الودان جاهزة. طيب، ده خلاص خلص، فاضل حاجتين بس في التشيك بوكس. مفيش وقت نضيعه. مكنة، أنا محتاج مستلزمات للتميمة، على الأقل حاجة. يلا. أوه،
شكراً جداً. هقص سوستة وحطها على سلسلة، والتميمة بتاعتي بقت جاهزة. واهو، هقص وعلق السلسلة. اوه ايوه، لذيذ جدا. جات لي فكرة، ممكن استخدم الدخان، هعيد تلوينها اهو. وانا هعمل تميمة ايه؟ هفكر فيها كويس. وقت تغيير اللبس، عاجبني ده. عايز تلعب يا بيبي كورجي؟ انت لطيف جدا. انتي طلبتي دليفري؟ اهو. اوه شكرا، اخيرا. كورجي، نقدر نلعب بعدين. هاي انا فين؟ هاي بيبي، جبت لي حاجه؟ شكرا جدا. خلاص قربنا، فاضل نقطة واحدة أخيرة. النصر قريب، بس إزاي أعمل شنطة؟ أبدأ منين؟ هرسمها الأول. وأنا كمان. بتسمي دي شنطة؟ ممكن أعمل شنطة بالقماش ده. حبل؟ طب لو شديته؟ دي عروسة لطيفة. مقرف. ايه الدوشة الغريبة دي؟ هوبي، انت فين؟ فقدت تمامتك؟ انا لقيتها، لازم نرجعها مكانها. اهو، فين الالعاب التانية؟ دوغ دي، كاتناب، شكلكم لطيف قوي، هتتحطوا في صناديقكو. دول ليا انا. ايه المكان الغريب ده؟ صوفي هنا، اثبتوا، دول ليكوا، كل واحد هيكون ليه بيته الخاص. انا لازم انام، تصبحوا على خير. اول حاجه هتخلص من العناكب. يا ربي ده مطرب. ليو، مقرف. اوبس. طيب انا هنضف السلايم ده بسرعه، وهعمل منه سلايم لزج علشان اجمع المهملات. نفا، عملتها في كيس مهملات كامل يا هوبي. هاي انا كلي عضلات، انا هتخلص من المهملات في لحظة. هاي اوبس، كنت هنساها، ده كان سهل جدا، ممكن اطلع الكيس بتاعك برا. واو انت لطيف جدا. انا همشي هابي، انا ممكن ارتاح شويه. هاي هابي، في ايه؟ شوف بنفسك، المهملات وقعت، ازاي هتعامل مع ده؟ مين اللي هينضف؟ ده كان فعلا محرج، انا هتعامل. اتمنى. اوه يا ربي، طاقتي خلصت، البطاريه فضيت، اعمل ايه؟ يا شباب اعملوا لايك عشان تساعدوني اشحن بطاريتي. ايوه لايكس اكتر. واو انا جالي منفخ هواء، شكرا. انا لازم اجربه. فيو، هو كويس. يلا نشتغل. الصبح خلاص جه، الشمس بتعمي. عرفت، هعمل روف عشان يحميني من أشعة الشمس، وهضيف شوية طل على الباب. في حاجة ناقصة، فيونكيت، ممكن أعملهم بسهولة بالشرايط. لطيف. إيه ده؟ أوبس، ده شريط نور، ده مناسب جدا. ليه مش بيشتغل؟ أنا لقيت شريط نور مش حلو. إيه المشكلة؟ مش راضي يشتغل. أنا عارفة هعمل إيه. بالونة؟ أو أو أو، ده نفع. واو
شكرا، جات لي فكرة. أنا هبدأ بدهن السقف. الأورنج هو الدرجة المفضلة عندي. طلع شكله جميل جدا. هاي هاي، ادوله شوية وقت ونجد الروف هيطلع شكلها مثالي. بعد كده هيكون دور الفوانيس. أوبس، أنا تقريبا اتحبست. إيه اللي مضحك؟ أنت بتضحك جدا. مش مشكلة، أخيرا أنا هعمل لمبة قوية باستخدام شريط النور ده. هعمل فتحة في كرة الريشة وهثبت لمبة أهو. بعد كده هركب تحفتي الفنية فوق المدخل. شغل هاي، ده فخري وفرحتي. أتمنى القوة تكون معايا. مفيش زي أضواء النيون على الحيطة. واو، حبيته جدا. عظيم. إيه ده؟ سلك ملوش لازمة. أوبس، أنا هصلحه. ترى، ما كانش في حاجة تقلق. بيتي هيكون منور كويس. هستخدم طريقة دقيقة. هثبت اللمبة في ماسورة الستارة. خلاص، الحيطة هتتزين بشريط LED. أنا هستخدم تل للحيطة. فيو، أنا تعبت. واو، النيون كان الجزء اللي ناقص. هاي، الأرض ناشفة جدا. اللي قعدت عليها عامل زي التعذيب بالظبط. أعمل إيه؟ القوة العالية بتوسل ليكي. أوه شكرا، لحف نعم جميل. ده نعمة. لحاف؟ أنا كمان محتاجة واحد. البنفسجي مش اللون بتاعي، أنا هخلي اللون اللحاف أخضر. لو سمحت ممكن تديني اللحاف؟ لا، ده ليا أنا. يبقى نام أحسن. أحلام سعيدة. ده اتطفى. أها، هي دي الحيلة. واضح جدا إن اللحاف معمول مخصوص لبيتي. أنا ما عنديش لحاف. أنا نسيت محل الأرانب. دلوقتي بقى عندي كل حاجة محتاجها. لحاف، مخد على شكل أرنب. لكن المشكلة، ليه متوسخة قوي كده؟ مستحيل أعرف أنضفها. هابي المسكين، كاتنب لازم تساعد. مخلبي محتاج السن. في إيه؟ بما إنك سرقتي لحاف هابي، يبقى لازم تساعديه ينضف. كاتنب، انتي جيتي تساعديني، انتي لطيفة. يلا نشوف مين أسرع. قبلت التحدي. خلاص، انتي شايفة أي مخدة أفضل؟ كاتنب، روحتي فين؟ طيب، هحتفظ بالاتنين. إيه، كان صعب أجيب المرجيحة، لكن بالتأكيد تستاهل المجهود. هضيف مخدات ناعمة. رائع يا ربي، مخالبي مش قادرة أبص لهم، لازم أسنهم كويس. سقف الجارة مناسب جدا للموضوع ده. إيه اللي بيحصل؟ إيه الوقاحة دي؟ امشي، المخدات كفاية. بينادوكي عشان تنامي. لذيذ. كاتنب، أوعي تبوظي سقفي. أقدر أسن مخالبي فين؟ اتفضلي جزارتي، احتفظ بيها. اوكي، في حاجة هنا ممكن تستخدميها. اوه شكرا، انا عارفة هعمل ايه. هلف الحبل حوالين العمود واضيف قمة حلوة. عمود خربشة مثالي. مفيش حد يقدر يمنعني ان انا اسن مخالبي وقت ما احب. فكرة هايلة، خياطة مخدة جديدة حاجة مسلية. نقص. واو، عايزها. أول حاجة لازم أقص الزيادة. العظمة مش صالحة للأكل، دلوقتي محتاجة خيط. دي باظت خالص. خيطي القطع مع بعض بحذر واقلبيها.
هي ازاي عملت كده؟ هاملة المخدة بالحشو. جاهزة. أنا فشلت. ما تزعلش نفسك، خد سناك جيلي العسل. لذيذ جدا. تقدري تساعديني أعمل مخدة جزر؟ جزر؟ ليه لأ؟ نقص. نخيط. نحشيها. المخدة جاهزة. واو، انت لطيفة جدا. مياو. بار. حظي حلو، حد هياكل غداء على أعلى مستوى. مش ممكن تاكلي فرين. مش مشكلة، أنا مبسوطة بالفار اللعبة. هحطه على حبل صيد وأضيف بلورة. انتوا عارفين ان القطط بتحب تلعب اكتر حاجة ايه؟ قولنا في التعليقات. لازم احدد مكان مناسب لتزيين الجميل. هحطها هنا. بالتأكيد يا افضل حاجة العب بيها. وقت السناك. عندي فكرة. نرسم. نقص. نزين. نضيف عيون، أنف، وودان. كل اللي هعمله تثبيت المراية. أهو. المضارب المفضلة عندي تستاهل أحسن مكان على الحيطة. هثبتهم بالرباط البلاستيك وأعمل رف جميل. هشيل الزيادات وارتب نظاراتي المفضلة على الرف. هاي، نقيس الطول والعرض. خلاص جاهز. ده رمل القطط بتاعي. مينفعش نبخل في الرمل. طيب فين مجلتي اللي بحبها؟ ما تبصوش. المكان ده مثال لصندوق البريد. أنا هثبته بس. أنا عارف إنه هنا. أهو جواب علشانك. البريد وصل. إيه اللي فيه؟ شماعات؟ حاجة مشوقة. طيب أنا عارفة هعمل إيه بيهم. هيكون شكلهم لطاف على الحيطة. يا حجر، مستنياك حياة جديدة. أهلا بيك في العالم الأخضر العظيم. الحجارة ممكن تعمل سور حديقة قوي. عشان أكمله هحتاج تربة. بذور الجزر هي كنزي. هو صحي وقوي. ليه مش بينبت؟ يلا، مفيش ولا ورقة. مفيش أمل، مفيش فايدة. إيه، ما تيأس، أنا عندي سماد خارق. اتفضل. واو، شكرا. هستخدمه كله مرة واحدة. اكبر. أيوة، شجرة الجزر. أنا مزارع رائع. بيتي يستاهل يكون الأحسن. أوه أيوة. انسى، بيتي هو الأحلى. لا مش حقيقي، أنا عندي أحلى بيت يا فاشلين. هنشوف الموضوع ده يا قطة. إيه رأيك؟ أنا مش هستحمل أكتر من كده. إيه اللي حصل في اللابتوب؟ لا لا لا. سكوت، خليكي جوه الدولاب يا رهنتي الصغيرة. أنا بكره العناكب. أنا قلت سكوت.
أبي دلوقتي. المكان ضيق شوية على اتنين، واخدة بالك؟ طيب عايزين تلعبوا؟ نوك نوك، في حد في البيت؟ يا ربي، ده هدر للمخالب بتاعتي، الكرتونة فاضية، لكن في علبتين تانيين، أكيد في حد. لازم أشتته. القطط بتحب إيه؟ أوه نار، همسكها همسكها. ما تهربيش. رايحة فين؟ أوتش، مش هتمشي بسهولة. يا ربي. أوه أيوة، أكتر مخالب حد عندي هستعملها. يا شباب أعملوا للفيديو 1000 لايك عشان تنقذوني، أنا بترجاكم. واو شكرا جدا. هي ليا. أستاذ غاز ما تضيعش نفسك. إيه؟ إيه المشكلة؟ هي أنت. أوه يا ربي، دي هربت تاني. اهدي، ده أنا زهقت منكم، مش هتهربوا المرة دي. هش، أعمل إيه فيكو؟ أنا جاتلي فكرة. يلا نشوف. اتحركي اتحركي اتحركي. أنا عايزة أشوف هو بيعمل إيه؟ مش هتقدروا تستخبوا مني. دي ليك. فعلاً؟ أنا بحب الهدايا. شكراً. إيه ده؟ فار؟ هاي فايف يا توأمتي، الجولة دي كسبناها. القط اختفى، كويس. يلا نشوف. يا ربي، إيه اللي بيحصل هنا؟ مستحيل، أختنا ساعدوني. ليا، هنعمل إيه؟ استخبي هناك، سيبيني أنا الأول. استني، مش هتروحي أي مكان، ده هياخد دقيقة واحدة بس. استني، قوة اليونيكورن. أوه يا قط يا وحش يا وقح، امشي من هنا، اجري. أنا بكره اليونيكورنز. انتي روحي ورا هاجي. اوكي. انتوا فين؟ اظهروا. احنا في مشكلة. اوبس. انتوا مستخبيين فين؟ هاي انتي، امشي من هنا. انت يا ازرق، مش قدي. سيبني ارجوك. تعالي هنا، انا هاخد حقي منك. ايه؟ ممكن نخرج دلوقتي؟ لسه بدري. اقعد في الدولاب يا وحش يا ازرق. ده فظيع. ايه؟ القط مشي؟ ايه يا اختي الصغيرة؟ القط مشي من هنا. انت هتروحي اللوكر وانا هروح ورا الشجرة. لا، هيشوفني. استخبى فين؟ اوه هنا ورا الصناديق. هايل، الخطة فشلت. انا محتاجة خطة بي. استخبى فين دلوقتي؟ اوه ده هنا. يا ربي. طيب طيب طيب، مين مستخبي هنا؟ جاهزين ولا لا؟ انا جاي. يا شباب اعملوا لايك، ما سيبونيش. اوه مفيش حد هنا، هكمل بحث. يو يا شباب انا مديونه لكم. اوه هاي يا بابي، جود بوي. ازاي جيت هنا؟ القط هناك. يا ربي. لا لا لا، جود بوي، كويس.
ما تعضنيش. استنى، عندي حاجة ليك. مش زي ما انت فاكر، بص ده أكل كلاب. لذيذ أهو. باي باي. فيو أوتش. تاني. برافو عليكي. طيب كفاية كده. الفتحة، يلا مستحيل نعرف نوصل لها. في حد إيده قصيرة قوي. أوه عندي فكرة، اللي محتاجينه ايدين طويلة. رائع. بصي لقيت ايه. بالراحة شوية. اوبس اسفة. اتحركي انا هتصرف. اوكي انا هروح الاول، تعالي ورايا يا اختي. اوه يا ربي القط صحي. خلاص كده انا شايف لون احمر. لا 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 ابعد أرجوك. طيب مين اللي كسب دلوقتي؟ ها؟ بقى في إيديا أنا. انتوا ليا. أكيد لأ طبعًا. فيو مش هتعرفوا تسحفوا بعيد عني. لأ ساعديني كارولاين، ما سيبينيش. استني. لأ لأ أرجوك ما تبخش فيا. جيم اوفر. فاضل واحدة كمان. أنا جايلك يا عروسة يا بيبي. استني، أنتِ مش هتمشي. هاي، أنتِ رايحة فين؟ البحث مستمر. هروح فين بعد كده؟ فيو، أنا رجعت. ايه ده؟ مسدس الميه هيكون مفيد. رائع. اوه لا القط رجع، انا هستقبله بترحيب حار. هاي كيتي كات تعالى. ايوه انت هنا. انا صعبه تهزم. هي فين؟ استا لا فيستا يا كيتي. لا 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 أوتش ظهري. دي فرصتي، حاول تتفاداه. مريب. ميا أنا جاية. هو ده الباب، للأسف مش عارفة الرمز السري. يا شباب ساعدوني، قولولي الرمز الصح، قولولي في التعليقات، ده مهم جدا. ايه هو الرمز السري؟ ممكن يكون ايه؟ محتاجة تلميح. اوه هو ده؟ شكرا جدا. هجرب. 18 18 ده نفع. اختي انا جاية. اختي هي فين؟ دي كانت هتخدعني، انا متأكد انك هتفشلي. صاروخ مميت. وطي. أوتش. فيو. أو يا ربي. أرجوك بلاش. ساعدونا. لا أنا بترجاك ارحمنا. إيه؟ ساعة. أنا محتاجة فرصة تانية. أوه دلوقتي أنا جاهزة. خدي. لا أوه أيوة نفع. إخواتي أنتوا هنا. ياهو دلوقتي إحنا أحرار. أوه بصوا مين هناك. يم يم. يا ربي واحد تاني. اهربوا. يم يم لذيذ. ها؟ نجمة. دوركم جاي، لازم ننقذها. شدي أقوى. يلا
إحنا فين؟ راسي يا ربي، أنا مخيف قوي. افتحوا الباب، انتوا مستخبيين فين؟ هلاقيكم. اوه يا ربي، لا لا لا، من فضلك ما تلاقيناش. أبدأ بأي صندوق. يا جعان. اوه يا ربي، ايه الأموات دي؟ أنا هموت من الجوع. استنى، أنا معايا حاجة، ده مثالي، سلاح حاد وقاتل. أوه أرواح النينجا، ادوني علامة. واضح كده إن ده هدفي. ها؟ يا ترى هي سبايسي؟ أوف، لقيت صح. يلا نشوف مين اللي لقيتها. يام يام، إزاي؟ مفيش حد هنا؟ ضحكوا عليا. لازم أجهز خطة عمل. ناب ناب، فكر أكتر. مين اللي هنا؟ آها، ما تقدريش تستخبي مني. محتاج سلاح جديد. ها؟ صابون بابلز؟ ها؟ أنت وحش، هتعمل إيه فينا؟ هتعمل لنا حمام بابلز؟ ده مضحك قوي. هشيله بعدين، استنوا هتشوفوا. هنشوف مين اللي هيضحك في الآخر. فاشل كبير. انت ادخل اللوكر. فاشل. لا أرجوك، لا، دي أسوأ حاجة. كفاية. أوه أسناني المسكينة. خلاص كده أنا هتعامل معاكم. سيف الحاد. طيب مين فيكم هتكون أول واحدة؟ مش أنا، من فضلك بلاش أنا، لا أرجوك. يا ربي، اديني إشارة أختار أي صندوق. الأصفر، تمام. يا شمس استعدي للغروب. ها؟ إيه؟ يا ربي، ليه مش نافع؟ خلاص كده أنا زهقت. ما فيش حاجة، ده فظيع. هي فين؟ أوبس. نوك نوك. هلو. ما فيش حد في البيت. هي هناك. أيوة أنا عندي فكرة. هو ليه هادي كده؟ ها؟ هو فعلا مشي؟ كل حاجة تمام. ايو بنات اطلعوا، هو مشي. اوكي. هو فوق. فين؟ على السقف. ده جنون، ده هو. لا ايو انا عايشة. هو انا فين؟ هي دي معدتك ولا ايه؟ غدا لطيف. ها؟ عايز اكتر. زلزال، انا جعان جدا. وجبة تانية. الديزرت بتاعي مستخبي هنا. ده مخيف قوي. ايو نجمة، خلي مخاوفك لنفسك. انا محتاج سلاح. ها؟ بلاش ايدين من فضلك. دقيقة. لا مش هو ده. اوه ده مثالي. يو يا صاحبي، على الاقل اغسل اسنانك، دي نصيحة. احنا محتاجين حاجة تانية. تاني؟ طيب اتفضل. ايه هي دي بالونة؟ يا ربي ده بيعصبني، انا محتاج سلاح حقيقي. مش هيحصل. اوتش. فرانا هاي. اوه سمك خطير، ابتدي شغل.
أخيرا. شمس أعملي حاجة. يمي يمي. لا لا لا. إحنا فين؟ عينيا، أنا بقيتش أشوف. شمس غبية. نستخبى فين دلوقتي؟ أوه أيوة، سندي أكتر. انتوا فين يا أكلي؟ لازم تدافع عن حقوقك، فهم؟ لا استنى، إيه اللي بيحصل؟ ها؟ ما كنتش أعرف إن عندي منظر للتجسس. فين الصندوق بتاعي؟ شكراً. ما تبصيش، أنا هاكلكم كلكم. أوه لا. أوه أيوة، يا ربي صندوق تاني فاضي. أوه ده منشار، ده هيكون مفيد. ده بيزغزغ. كفاية كفاية يعني كفاية، يلا نكمل صيد. مش هتقدروا تمشوا دلوقتي. انت جنتلمان جدا. اوتش، اطلع يا وش النجمة، مسكتك. طيب هو هاكلك. استنى هنلعب لعبة الأول. طيب أنا أكسب، عشان كده هاكلي. استنى تحب نرقص؟ ها؟ نلعب جاست دانس؟ أنا محظوظ، أنا ملك الرقص بعد كل شيء، بطل حقيقي. أوه. اتفرجي وتعلمي. طيب أنا همشي. ترى أنا في قمة النجاح. وهاتلك. أوبس. أنا فين؟ هي أنتي، هي يا صاحبتي، أنا سعيدة إن إحنا مع بعض. أوه لا، إيه ده؟ فاضل واحدة بس. أوه يا ربي. يا شمس ده دورك، سلمي السلاح. لحظة واحدة، راسي. لا ده محرج جدا. سلاح تاني، ديناميت. بعد تفكير، لا أنا لو منك هحركها أقرب. أوكي. لا أقرب كمان. أوه مش مشكلة. أوه لا هنعملها بالإيد. يا ربي. كيا انت كويس؟ يلا ضربة حلوة، هايل جدا. فيهو ده فاضي. انت اهو. اوبس مش هتقدري تهربي مني. ام نم نم نم. ايه المكان ده؟ شمس هاي بصي، خدي بالك ما تدوسيش في الحمض، ده خطر. يو مقرف، ازاي اطلع من هنا؟ هاي ارجعوا يا شباب، ساعدونا نخرج. اعملوا لايك علشان السحر بتاعي يشتغل. ايوه نفع، شكرا جدا. ده مش كفاية يا بنات، يلا نتحد. شمس احنا هنتدخل. ده بدأ، ساعدوني. نجحنا. انتوا رجعتوا؟ احنا هنحاربك يا نبناب. انا جعان جدا. امسكي نفسك يا قمر. لا انا مش هسيبك.
أنا لسه بسخن. بنت وقت العرض كلنا مع بعض. أنا مش شايف حاجة. يلا يا قمر شوية من تراب القمر وضوء النجوم. أوه لا، ها؟ إيوه ده كل اللي فاضل منه. أوه في حاجة على وشك، بصي في المراية. إيه اللي حصل لبشرتي؟ حبوب عملاقة وشعر مش نضيف، أسوأ كابوس عندي. أنا زهقت، أعمل إيه؟ خلصنا المقالب الغامضة خلاص؟ رائع، أقدر أفتحه. أوه، معايا حاجة، أنا لازم أبعدها عن الأكرة. أوتش، إيدي، ده بيوجع. قطع الخشب هي الأسوأ، أنا محتاجة أتخلص منها بسرعة. صوابعي مسكينة، وهدومي. ازاي وصلت لكده؟ دي غلطة قمر. أنا أقدر أدافع عن نفسي. الأول لازم أغير هدومي. أهي حاجات نظيفة. طيب أنا عاجبني ده. دلوقتي هحارب الحبوب العملاقة المتوحشة. مقرفة قوي. كله تمام. انت فين يا حبيبتي؟ الشمس مفقودة. هاي يوي امسك من فضلك. لا انا هنقذها. انت محتاج البنت. فاشل، هي ليا. استنى هنا، جيم اوفر. هاي يا جميلة، إيه الأخبار؟ مش كتير. راسي فاشل، كل العيون عليا. الحبوب أخيراً اختفت، لسه في فاضل باتش الحب. الشباب عايز تساعدني؟ أوه أيوة، دي هدية من ربنا. أوه سخنة قوي، لازم يتشال دلوقتي. كل علامات الحبوب راحت في ضوء الشمس، مذهل. إيه اللي مستنيني هنا؟ أوه أيوة، ماسك للوش. المساج مش هيضر، ملمس بشرتي رائع. واو هاي هاي انتو. اوه هاي مسكين، بتدور على البنت شمس؟ انا ممكن اساعدك. بص على شنطته، الراجل ده هو الخاطئ، معاه شمس، اتعامل معاه. شكرا على المساعدة. هاي انت، ايه الغريب ده؟ يا ربي ده مشي. خلاص ما تزعلش هتلاقيها. هي بتعمل ايه؟ بشرة مثالية. انا ممكن ابتدي في التألق. اول حاجة الفاونديشن. يا ربي هي بتتصرف كويس قوي، انا هتدخل. هبوظ الفاونديشن بتاعها. أوه يا ربي وشي بيتحرق، هشيله من على وشي بسرعة قوي دلوقتي. أيوه راح الخطر. فاونديشن انت مطرود. طيب وانت؟